وهذه الاخوه راسها واعلاها اخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن امن به ولم يره. وكلما كان الانسان اشد تمسكا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اخوته له اشد واوثق فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ويتمنى لو رأى إخوانه قال الصحابة اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك يعني يوم القيامه فقال ارايت لو ان رجلا له خيل محجله بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض الا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هم الا هم فيقال انهم قد قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا رواه مسلم في الصحيح ما اشرف هذه الاخوه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اخوانه وتمنى لو رانا وسيرى امته يوم القيامه يعرفهم بسيماه بعلامتهم بأثر الوضوء يأتون غرا محجلين يريدون على حوضه صلى الله عليه وسلم فمن لزم شرب ومن غير وبدل طرد نعوذ بالله من سوء الحال